تتواصل في السعودية حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في مرحلتها الأولى وسط إقبال كبير. حملة يؤكد المسؤولون في وزارة الصحة أنهم حرصوا على توفير اللقاحات ضد كورونا للجميع سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، مشيرين إلى أن التلقيح لهذا الفيروس سيكون اختياري، وأن العملية ستشمل في المرحلة الأولى العاملين في القطاع الطبي والأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عام، إضافة إلى المصابين ببعض الأمراض المزمنة. لمناقشة هذا الموضوع يسرني أن أستضيف من مركز تقديم هذه اللقاحات وكيل وزارة الصحة للرعاية الأولية الدكتور خالد بن إبراهيم العبد الكريم. مرحبا بك دكتور خالد، وأولا يعني نبارك لكم انطلاق هذه الحملة الواسعة، ودعنا نبدأ لهذا الحوار كمدخل، كيف تسير الأمور منذ يوم الخميس وحتى اليوم لديكم في مركز تقديم اللقاحات؟ مرحبا، حياك الله أخي الكريم، تحياتي لك ولسادة المشاهدين والمشاهدات الكرام. والله الحمد، نحن الآن في اليوم الرابع، بدأت الحمد لله التطعيمات وكانت تسير الحمد لله وما زالت بوتيرة جيدة، الإقبال ممتاز من المواطنين والمقيمين للحصول على التطعيم. طيب، لاحظنا دكتور خالد يعني تسارع وتيرة، دعني أقول، الثقة المتبادلة فيما بين عموم الناس وما بين وزارة الصحة، ويتمثل ذلك في الأعداد التي تتضاعف بشكل كبير في التقديم عبر تطبيق صحتي لحجز أو تقديم الرغبة باستلام هذا اللقاح. في أول الأيام كان هناك 100,000 من تقدم، الآن الرقم تعدى 400,000. نعم، يوجد ولله الحمد إقبال شديد وتجاوب من المواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات. طبعا ولله الحمد هذا امتداد للثقة الكبيرة في جهود دولة حفظها الله ووزارة الصحة والقطاعات الأخرى في التعامل مع هذه الجائحة. كانت دائما القرارات منذ بداية هذه الجائحة مبنية ولله الحمد بدراسات وتأني واتخاذ القرار الحمد لله الحكيم، وبالتالي ازدادت ولله الحمد وثقة المواطنين بالنظام الصحي، وهذا هو امتداد لثقتهم في الإقبال على هذا التطعيم. نعم، سعادة الدكتور، أعلم بأنك تتواجد في مركز تقديم اللقاحات بشكل مباشر ومستمر. منذ أن بدأت حملة التطعيم قبل 3 أيام وحتى الآن، أي نحن تجاوزنا 72 ساعة، هل رصدتم أي مضاعفات، أي آثار جانبية لمن سبق وأن حصل على هذا اللقاح منذ الساعة الأولى وحتى هذه اللحظة؟ الحمد لله الأمور تسير بشكل جيد، لم نرصد يعني أعراض جانبية غير متوقعة. الأعراض الجانبية البسيطة اللي تحدث مع أي يعني تطعيم ممكن يكون. ممتاز. طيب، هذه المرحلة الآن التي أعلن عنها سابقا هي تستهدفكم أنتم العاملين في القطاع الصحي، أيضا الذين يتعدون عمر 65 ويعانون من أمراض مزمنة وأيضا سمنة مفرطة، متى نتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية؟ طبعا يعني نضع في الاعتبار تواجد التطعيم، أيضا عدد المسجلين، وبالتالي نقوم بعملية يعني مؤتمتة في فرز الفئات المستهدفة، ونستهدف الآن كبار السن، ذوي الأمراض المزمنة، أيضا نستهدف الأشخاص الأكثر عرضة للتعرض للإصابة بالفيروس. نعم، دعنا نشير أن وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيع كان من أوائل من تلقوا جرعة اللقاح ضمن العملية التي ستشمل في المرحلة الأولى عاملين في القطاع الطبي وأيضا الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما كما تحدثنا، إضافة أيضا إلى المصابين ببعض الأمراض المزمنة. لنستمع إلى ما صرح به وزير الصحة الدكتور توفيق الربيع فور تلقي اللقاح. اليوم بداية انفراج الأزمة بإذن الله. أتقدم بالشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين على رعايته لأكبر حملة تحصين في تاريخ المملكة. اليوم أخذت اللقاح ولله الحمد والحمد لله بصحة وعافية في أول مركز اللقاحات، والذي يوجد به أكثر من 550 عيادة لضمان وجود كمية كافية من العيادات لإعطاء أكبر عدد من اللقاحات.
دكتور خالد، ربما هناك تساؤل كبير في عموم الناس سواء من أخذوا اللقاح أو لم يأخذ هذا اللقاح. الآن بعد أخذ الجرعة الأولى من هذا اللقاح، متى تأخذ الجرعة الثانية ومتى يبدأ مفعول هذا اللقاح؟ وهل لما أحصل على الجرعة الثانية من هذا اللقاح تعتبر الجرعة الأولى كافية أم لابد أن يتم أخذ الاثنتين معا؟ لابد أخذ الجرعة الثانية، والجرعة الثانية تؤخذ بعد 3 أسابيع من الجرعة الأولى، ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية ما بين الجرعتين وبعد أخذ الجرعة الثانية أيضا. نعم، طيب كم يستغرق دكتور بعد أخذ اللقاح لبدء المفعول؟ علميا تستغرق أسبوعين، من 10 أيام إلى أسبوعين لوجود الأجسام المضادة المناعية التي يعني تحمي الجسم بإذن الله، ولكننا ننصح دائما بالاستمرار بالاحترازات والابتعاد عن الاكتظاظ، الأماكن المكتظة، والمحافظة على تطهير اليدين ولبس الكمامة أيضا، حتى لا يكون الانتقال بين المجتمع، حتى نصل إلى مستوى من الحماية للمجتمع ككل، وبالتالي إن شاء الله تزول هذه الجائحة. طيب دكتور خالد، العالم يشهد يعني تمحور لموجة ثانية لهذا الفيروس كما نشاهد في بريطانيا، هل لديكم أي معلومات؟ هل تواصلتم مع المنظمات وهيئات طبية عالمية؟ هناك قلق أيضا داخل المجتمع حيال هذه الموجة الثانية، وهل سيكون لقاح ثاني غير المعمول به الآن؟ الجهات العلمية في المملكة العربية السعودية والله الحمد متمكنة ومتقدمة جدا، وبالتالي وهم على اتصال وثيق دائما بالمنظمات العالمية والصحة، منظمة الصحة العالمية والمنظمات الطبية الأخرى، وهم يتابعون. لا يوجد ما يدعو للقلق الفترة الحالية حسب ما أعرف حتى الآن، وكل شيء يتم متابعته. بعد أن تتبين أي أمور أخرى سيتم إعلانها عن طريق القنوات الرسمية لوزارة الصحة. إذن نستطيع القول بأننا نحن الآن في مأمن مما يتم تداوله من مخاوف ومن تحذير أيضا كبير ربما يتجاوز إلى حد الهلع من هذا التمحور لهذا الفيروس. أستطيع القول أننا إذا التزمنا بالإجراءات الاحترازية وقمنا بالتطعيم سنكون بإذن الله بخير ومأمن، ولكن يجب أن لا نتهاون، ولله الحمد الآن نسطر يعني نجاحات والأعداد في يعني تنقص ولله الحمد، ولكن المملكة العربية السعودية مثلها مثل أي دول العالم مهيئة لأن يحدث فيها موجة ثانية، لم يحدث ولله الحمد، وهذا بفضل الجهود الكبيرة التي عملت، أيضا بفضل تعاون المواطنين والمقيمين والالتزام بالإجراءات الاحترازية، والآن مع وجود التطعيمات، ولكن نحتاج الوقت حتى نغطي المجتمع بشكل كبير بالتحصين والتطعيمات، فأؤكد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لأنها ستكون إن شاء الله مأمننا بعد الله في عدم حدوث موجة أخرى. نعم سعادة الوكيل، أنتم الآن في مركز تقديم اللقاحات ومركز ضخم جدا يضم 560 سرير يقدم هذه الخدمات على ربما على مدار عدد كبير من الساعات، لكن ماذا عن بقية مناطق المملكة؟ نعم، يوجد خطة للتوسع في جميع المناطق المملكة خلال الأسابيع القادمة، وسيكون إن شاء الله اللقاح يصل إلى جميع مناطق المملكة بإذن الله. نعم، متى نستطيع القول بأن المجتمع أصبح آمن من كورونا؟ يعني نستطيع أن نقول إذا تمكننا من تطعيم حوالي أكثر من 80% من المجتمع فإنه بإذن الله سيكون الوضع إن شاء الله مطمئن جدا. طبعا هذا الكلام بناء على المعلومات الصحة العامة عن أي وباء، ولكن هذا وباء جديد قد تكون المعلومات فيه تختلف، ولذلك يجب أن يعني نتعاضد في الاهتمام وإجراء وعمل الإجراءات الاحترازية، أخذ التطعيم، فالوباء عادة هو يصيب المجتمع ككل، وبالتالي نتعافى منه ككل بتعاوننا وتكاتفنا والتزامنا. طيب بكل تأكيد أنتم درستم ربما آلية تقديم هذه اللقاحات، كم كانت نسبة تقبل المجتمع لتقديم هذا اللقاح، وهل وصلت إلى ربما الرقم الذي وضعتموه أنتم مسبقا في حسابات وزارة الصحة أثناء ما كنتم تخططون لتقديم هذا اللقاح؟
يعني لا أتذكر رقم معين، ولكن الحمد لله التقبل ووجهة نظر المجتمع تجاه اللقاح جيدة جدا، ولله الحمد مجتمعنا متعلم مثقف، أيضا مجتمعنا يثق في النظام الصحي ويثق في أن الخطوات التي تجرى دائما تكون في صالحه. رأينا أن اللقاح بدأ في أخذه معالي الوزير وأعضاء اللجنة العلمية الذين أقروا استخدام هذا اللقاح، وذلك للتأكيد على مأمونيته، وهذا إن شاء الله يعني دافع كبير للناس لمعرفة أن هذا اللقاح بإذن الله آمن. نعم، أختم معك سعادة الدكتور، أنتم في وزارة الصحة وجهتم نصيحة بأنكم لا تنصحون الحامل والمرضع وأيضا من يعانون من حساسية مفرطة بأن يتحصلوا على اللقاح، ما دافع ذلك؟ نعم، بالنسبة للحامل والمرضع هذا القرار يؤخذ بناء على الدراسات العلمية التي عملت على اللقاح، لا يعني أنه ممنوع دائما، ولكن لأن الفئة التي عمل عليها الدراسة حتى الآن لم تخرج النتائج للتأكد من سلامته ومأمونيته، ولكن لا يعني قد يأتي خلال الأسابيع القادمة المعلومات الطبية التي تفيد بأنه ممكن إعطاء الحامل والمرضع. مثلا تطعيم الإنفلونزا يقدم فيه المرأة الحامل أن تأخذ هذا اللقاح، لقاح الإنفلونزا، وتعتبر من الفئات المستهدفة. تطعيم كورونا قد يكون كذلك، ولكن بما أننا في استخدام لقاح جديد فإحنا ننتظر حتى تكون عندنا المعلومات يعني واضحة وموثوقة، وهي تخرج من نفس الشركة المصنعة لهذا اللقاح. نعم، شكرا لك سعادة وكيل وزارة الصحة للرعاية الأولية الدكتور خالد بن إبراهيم العبد الكريم، كنت ضيفا معي لهذه الفقرة من حلقة اليوم، شكرا.